مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. ضيفنا النهارده هو الكاتب الصحفي الكبير والمعارض الاستاذ هلال كامل. استاذ هلال كان نوه من خلال صحيفته نبض الشعب عن قضيه فساد جديده. القضيه قال انها تخص احد مرشحي الرئاسه. النهارده الاستاذ هلال خصني وخص برنامج هنا العاصمه بالكشف عن تفاصيل هذه القضيه، لكن كما اعتدنا وتعلمنا منه استاذ كبير الحقيقه في المهنه وفي الصحافه، فان كل قضايا الفساد قبل الكشف عنها لابد ان تكون بالادله والوثائق. معانا النهارده في الاستوديو للكشف عن هذه القضيه الاستاذ هلال كامل. استاذ هلال اهلا بك. اهلا بيك يا فندم، على فكره انا بحب حضرتك كتير يعني. اشكرك. ودايما احب اشوفك في التلفزيون. اشكرك والله. وسلمي لي على الاستاذ عمرو اديب. الحقيقه يعني قولي له يبطل محشي ومكرونه بالبشاميل. حاضر. يا ريت يعني. حاضر. خليني ابدا على طول واسال حضرتك، مين مرشح رئاسه اللي بتقصده في تحقيقاتك الصحفيه؟ المرشح هو شينحه شهاب حامد. وهو الحقيقة عرض عليها فلوس كتير عشان أمسك له الحملة الانتخابية بتاعته، بس أنا رفضت. ورفضت ليه؟ أنا هقولك. هو أصله كان ورا الحفلة اللي ترفع فيها علم الناس اللي مش متظبطين دول. يعني مش متظبطين إزاي يعني؟ اللي هم كده. ده كلام خطير، ده كلام على مسؤوليتك يا أستاذ هلال. أنا معايا تسجيل شهاب حامد بيعترف فيه انه بتلقى تمويل من الخارج. ومتورط معاه كمان دنيا ظافر وبهاء ثابت وسميح الباجوري. واظن ان التسجيل ده موجود معانا، جاهز يا شباب التسجيل نعرضه دلوقتي ولا بعد الفاصل؟ طيب خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنسمع التسجيل اللي خصنا بيه الأستاذ هلال كامل وبيكشف فيه عن تفاصيل قضية فساد جديدة. فاصل ونرجع تاني. ربنا يحفظك يا هلال، عملت اللي أنا ما قدرتش أعمله. خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنسمع التسجيل اللي خصنا بيه الأستاذ هلال كامل وبيكشف فيه عن تفاصيل قضية فساد جديدة. فاصل ونرجع تاني. ربنا يحفظك يا هلال، عملت اللي أنا ما قدرتش أعمله. بقى ثابت منتج الفيلم، والميسيو الممول الخفي. لا يا أستاذ هلال، دراز ما يعرفش إن أنا مصدر التمويل للجريدة. بقى ثابت ده هو المنتج اللي كان عايز يعمل فيلم ينشر فيه الشذوذ الفكري، والرقابة منعته. الغريب إن الحكومة بدل ما تعاقبه عينته رئيس جهاز السيما. انت ازاي تدخل عليا من غير استئذان؟ اتفضل معنا. طب تعالى نتفق، انا هسيبك تنشر المقال اللي انت سلمته للدراسه، وكل اللي هتعمله بدل ما تكتب شين حا هتزود نقطه وتكتب شين خا. بس كده الناس هتفتكر ان احنا نقصد شوقي خيري رئيس حزب الحياه. تبقى الناس نيتها وحشه قوي. يا سميح وبعدين انا عرفت ان هو هيرشح نفسه في الانتخابات، يعني هيزاحمنا في الاصوات، يبقى نرتاح منه ونخلص. يعني اللي مطلوب مني ان انا احط نقطه فوق الحق. بالظبط كده، وشوف المبلغ اللي انت عايزه وانا بقدر اللي بيقف في ظهري. مليون جنيه وتغير الحرف. اغير الحرف بمليون جنيه بس؟ تظن ما تعرفوش سر الحرف بقى بكام في السوق دلوقتي؟ نخليهم 3 مليون. ابيع ضميري عشان 3 مليون. 5 مليون جنيه. افتكر كده كويس قوي. انا مش هكسر كلام بهاء. شهاب بيه؟ شهاب بيه؟ حسن! حسن! أمر يا فندم. أنا لازم أسافر حالا، أحجز طيارة على أي بلد. تحت أمر سعد. خمسة مليون جنيه. افتكر كده كويس قوي. انا مش هكسر كلام بهاء. الله يخرب بيتك يا هلال،
الله يخرب بيتك يا هلال. في ايه يا جمال؟ في ايه؟ صوتك واصل بره. ابوك ده هيودينا كلنا في داهيه. بس كده الناس هتفتكر. هو ده اللي مضايقك؟ اخس عليا، وانا اللي كنت فاكر حاجه تانية. حاجه تانية ازاي يعني؟ يعني تكون نجله مزعلك ولا حاجه. لعلمك هي لو فكرت بس انها تزعلك انا مش هسيبها. امال كله اللي زعلك. مش مرتاح لك، برود اعصابك ده مش مطمنني يا غاده. ده انت ما تنرفزتيش ولا لحظه من ساعتها. ما انا قلت لك قبل كده يا جمال انا عاقله، يعني ولا هخبط راسي في الحيط ولا هشد في شعري. انا اصلا جوي طلقني طلقني بتاع الافلام ده انا ما بحبوش. اقسم بالله ما بحبها، وكل اللي بيني وبينها مصالح وشغل وبس. مش مصدقاني؟ هاتيني مصحف احلف لك عليه. لا اخس عليك، مصحف ايه؟ ده انت حتى مش متوضي. وعموما انا مصدقك من غير حلفان. نجحت الجهات الأمنية في القبض على شهاب حامد المرشح الرئاسي ورجل الأعمال المعروف بعد أن ثبت تورطه في قضايا تمويلات أجنبية من جهات خارجية لتنفيذ مخططات وأجندات دولية تضر بالصالح العام وتروج للأفكار الشاذة. وعلى إثره تم القبض على مجموعة من المتورطين معه، وهم بهاء ثابت رئيس جهاز السينما والمخرجة دنيا ظافر وسميح البجوري رئيس مجلس إدارة جريدة نبض الشعب. اهدي اهدي، الله يخرب بيت ابوك، الله يخرب بيت ابوك. بتعملوا ايه؟ الله يخرب بيت ابوك. اهدي اهدي اهدي، ينعل ابوك ينعل ابوك بقى. يا خبر اسود، دول قبضوا على شهاب حامد ليه؟ ولا هو عشان مش على مزاجهم؟ الراجل ده كان كويس وانا كنت بحبه. بص له كده ليه؟ الراجل طلع شمال وده واقف في وسط القهوه عمال يقول انا بحبه. شمال؟ لا انا بكرهه، ما بطيقش اسمع سيرته، ده يستاهل ضرب الجزم. هي وصلت انك انت تكتب مقال وتنشره باسمي؟ ما انا لو طلبت منك ما كنتش هتوافق. وسميح جه وهددني بان هو يفصلني من الجريده. كنت عايز نعمل ايه يا هلال؟ اضحي بتعب وشقايا وسنين عمري في الجرنان؟ ايه؟ أنا حاسس إنك أنت زي ما أكون بعرفك لأول مرة. أنت اتغيرت ليه؟ البلد نفسها بتتغير، كل حاجة حواليك بتتغير. أنا اضطريت أعمل كده عشان أعيش. ما كلنا عايزين نعيش. اللي مات من المواد المسرطنة كان عايز يعيش، واللي اتقتلت عشان كتبت كلمة حق كانت عايزة تعيش. بس بقى يا أخي، بس بقى، أنت لسه ما زهقتش من الشعارات الكذابة دي؟ لسه مش شايف الحقيقة؟ 35 سنة شغل وحب في الوطن، وآخرتها تلاميذنا بقوا ماسكين مناصب مهمة قوي في البلد، وإحنا الجيل اللي اتفرم عشان بيقول كلمة حق. احنا الجيل اللي شعره شاب ولسه محله سر. انت ايه اللي كسرك كده؟ الفلوس؟ الفلوس عمرها ما بتعمل بني ادم. عارف اللي مهون عليا كل ده؟ اني فوقت نفسي لما حسيت انك هتتأذي. ساعتها بس قررت ان انا ما اكملش في الطريق ده، واقف. وقتها لقيت دراز بتاع زمان. بس انت طول عمرك اجدع مني. والله حقك عليا يا هلال، ما تزعلش. في ايه يا حضرتك؟ ده بوس بس. صدر امر بوضع الجريده تحت الحراسه. مين فيكم رئيس تحرير؟ انا رئيس تحرير. حضرتك مطلوب للتحقيق، اتفضل معنا. حاضر. ما تخافش مش هسيبك. من فضلك انتوا واخدينه على فين؟ اسمع عبدين،
هو ايه اللي حصل يا استاذ هلال؟ روبي دراز قبضوا عليه. اهدى بس يا استاذ هلال، انا هتصرف. هو المستشار القانوني بتاع الجنرال فين؟ لا الاستاذ عبد الوارث زمانه بيحتضر دلوقتي، ده واخد اجازه شهر مرضي بقاله 3 شهور، ما اعتقدش ان هو هيسعفنا في حاجه، ده بيلبس روب المحاماه بيهنج. بيهنج؟ لما بيلبس الروب بيهنج؟ استاذ هلال تحب اكلم بابا؟ لا 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 انا هتصرف هنا. ايوه عماد دراز اتقبض عليه. دراز رئيس التحرير يا اخي. كلم غاده خليها تلحقوا على اسم عبدين. ما انت عارف اللي حصل بيني وبينها، ما اعرفش اكلمها انا دلوقتي. خلاص يا بابا انا هتصرف. مع السلامه. نعم. استاذ هلال هتعمل ايه؟ كل واحد يشوف شغله. انا هروح مشوار اشوف ايه اللي حصل. احنا مش هنقفل الجريده. الشرطة بطل من زمان، خصوصا جريدة نبض الشعب لها قراءها وحققت رواج الفترة الأخيرة. مظبوط يا فندم، خصوصا بعد مقالات هلال كامل. فعلا المبيعات زادت جدا. بس وحضرتك بتفكر في ايه؟ في رجال أعمال كتير بيحبوا يبقى ليهم منبر إعلامي وصحافي يتكلموا من خلاله. احنا هنعرض الجريدة على واحد منهم يستمر في تمويلها. أحسن ما نقفلها فعلا، أحسن بكتير، خصوصا بتوع الحقوق بقى والحريات والكلام ده ما هيصدقوا وإحنا داخلين على انتخابات رئاسة. ولو تكون من غير انتخابات كمان يا رؤوف. طيب دلوقتي لازم نفكر في رئيس تحرير جديد بدل اللي كانوا حاطينه. هنا الكامل بدأت تقرأ دماغي كويس. ادخل. احنا ما اتفقناش على كده يا فؤاد بيه. دراز ملوش دعوه باللي حصل، ما ينفعش يروح في رجلين. اطمن، دراز بيتحقق معاه، هتتاخد اقواله كاجراء طبيعي. بعد كده هرجع الجريده ويكمل شغله عادي جدا. هو بس في تغيير واحد. تغيير ايه؟ ادخل. في محاميه بره جايه للاستاذ يا فندم. خليها تتفضل. اتفضلي يا استاذ. غادة كامل حاضرة مع الأستاذ دراز. الموضوع مش مستاهل يا أستاذ غادة. احنا خدنا أقوال الموضوع خلص خلاص، يقدر يروح حل. اتفضل امضي على أقوالك. حاضر. لما هو الموضوع بسيط والحكاية مش مستاهلة يعني. كان ليه الأستاذ هلال بيخلي عماد يكلمني عشان أسيب شغلي ولا ورايا واجب؟ مش ممكن. ايه هو ده؟ كيف عنده غاوي سبب لي قلق في حياتي؟ غالي عارفه يا غاده، انت بتفكريني بنفس زمان لما كان ابويا لسه عايش. ابويا مات وانا في اولى جامعه الله يرحمه، ما كنتش بطيء تصرفاته ولا افعاله ولا اراءه، وكنا على طول مختلفين. ده انا حتى مش فاكر حاجه واحده اتفقنا عليها، وطول الوقت كان فيه بينا مشاكل. لكن بعد ما مات حسيت ان ظهري انكسر لدرجه ان انا كنت بمشي في الشوارع اتلفت ورايا خايف لحد يجي من ظهري ويأذيني. كنت طول الوقت حاسس ان ظهري مكشوف، ما هو اللي حميني مات. وبعد شويه من موته كده افتكرت كل الحاجه اللي احنا كنا مختلفين فيها. فكرت فيها كويس، اكتشفت ان هو كان عنده حق وانه كان صح، وان كل اللي قاله وعمله كان لمصلحتي. اقول لك على حاجه يا غاده، بس ما تضحكيش عليا. اوقات كتير بحس ان هلال زي ابويا. والله بيحبني وطول الوقت بيخاف عليا وعلى كل اللي حواليه. الحقي حضنه يا بنتي، الحقي حضن ابوك يا غاده قبل ما يجي اليوم اللي تحس فيه ان ظهرك انكسر. انا عندي ميعاد ولازم امشي عشان الحقه. عن اذنك.
ايه المفاجاه الحلوه دي؟ هو انت ما رحتش الشغل ولا ايه؟ لا للاسف ما رحتش. انت كنت خارجه ولا ايه؟ اه رايحه المعرض. في حاجه يا حبيبي؟ مش مطمن انا لغاده وتصرفاتها. ليه؟ في حاجه حصلت؟ ما هو ده اللي هيجنني، ان مفيش حاجه حصلت. المفروض واحده زيها في موقفها تكون قلبه الدنيا، خصوصا ان هي شخصيه عصبيه جدا. غدا مش غبيه عشان تعمل كده. غدا عارفه انت مين ومركزك ايه، وعارفه كويس قوي انه اي كلام في مواضيع زي دي هيأذيك ويأذيها. يأذيني دي انا فاهمها، لكن يأذيها ازاي؟ هي عارفه كويس قوي ان الشهره اللي عملتها كمحاميه انت السبب فيها. سيبك بقى من جو الشطاره اللي هي رسماه ده. أوقات كتير بحس إن هلال زي أبويا، بيحبني وطول الوقت بيخاف عليا وعلى كل اللي حواليه. الحقي حضنه يا بنتي، الحقي حضن أبوك يا غادة، قبل ما يجي اليوم اللي تحس فيه إن ظهرك انكسر. ده ايه الناس اللي يتقبض عليها وتخرج في نفس اليوم دي؟ ها؟ انت عندك واسطه كبيره الظاهر. انت تعرف هلال كامل؟ اسكت يا هلال، ده انا قلبي وقع في رجلي والله. انت اللي بعت لي غدا؟ انا كلمت عماد يبعتها لك. وانت ما جيتش ليه؟ يعني كنت بطمن على الجريده. الجريده هتتقفل يا هلال، صح؟ هي مش هتتقفل، يعني هي زي ما تقول كده، يعني هيحصل تغيير. يبقى اكيد هيجيبوا حد من النقابه يقعد مكاني على الكرسي. لا هما مش هيجيبوا حد من النقابه، هما هيجيبوا حد من هنا. انت يا هلال مش كده؟ انا عمري ما حبيت الكرسي ده عشان ما تصيبنيش لعنته واحس ان انا اعلى من البشر، واللي يعلى على الناس عمره ما يحس بيهم. عشان كده بكتب لهم الكلام اللي نفسهم يقولوه مش قادرين. تقصد ايه يا هلال؟ ان انا مش حاسس بالناس؟ عمرك حسيت باب وام يصحوا الفجر يلبسوا عيالهم ويعملوا لهم سندوتشات المدرسه وينزلوا ياخدوا توك توك في عز برد الصبحيه وبعد كده يتحشروا في اتوبيس او في مترو عشان يروحوا شغلهم؟ اللي بيقعدوا على الكرسي ده بيدوا ظهرهم للناس، ما بيسالوش في حد. ابنتي نون ميم. في ديسمبر 96 نفذت أهم قرار أخدته في حياتي، وهو قرار طلاقي. كان من أهم أسباب طلاقي من يا عين هو إني أحافظ على بنتي نون ميم. أنا حامل. إحنا مش اتفقنا إن مفيش خلفة؟ الجنين ده لازم ينزل وإلا هوريك الوش. لأنه كان مصر على إجهاضها. طبعا ما اتصدمتش، لأن الشخص اللي قدر يقتل أبرياء عايشين على وش الأرض كان سهل جدا إنه يقتل جنين لسه ما ظهرش للدنيا، لأنه قاتل بلا رحمة. وبعد سنين من عذاب بعدها عني أخدت قرار إني أواجه المجتمع والدنيا. ورحت علشان اخدها من الدار وتعيش معايا والناس كلها تعرف انها بنتي. ومع الاسف القرار كان متاخر، لاني لما رحت الدار علشان اخدها فاجئوني بحاجه ما كنتش اتوقعها. البنت سابت الدار ومحدش يعرف مكانها. نورهان محبوب نون ميم.
هو استاذ جمال ما بيردش برضه؟ ما قلت لك ما تقلقش يا صفوت بيه، اعتبر ان الارض بتاعتك، بس اهم حاجه نسبتي تبقى محفوظه. اه طبعا 5% من ثمن الارض. لا 10% من الثمن الفعلي للارض، مش الثمن اللي انتوا هتشتروا بيه. هو في متر ارض دلوقتي ب 10 جنيه؟ وعموما حلال عليك ال 50 مليون جنيه اللي تأمري بيه يا متر. بس المهم استاذ جمال يخلص الامضاءات. هتخلص والامضاءات هتنور العقد. اه جمال. الو. ايوه يا جمال. اه صفوت بيه عندي هنا في المكتب. طيب خلاص هنجيلك على البيت. جمال سبقنا على البيت. وماله نروح له؟ طب انا هستناكي تحت في العربيه. الو. حبيت اقولك بما اننا بقينا شركه في جمال جوزي وجوزك ان هو كان لسه عندي ونازل. اه بالمناسبه هو ما راحش الشغل النهارده. شكلي انا وانتي يا نوجه هنبقى شركة ناجحين على الاخر. يا ريت يا غدغوده، انا اتمنى كده. باي باي. التكشيره دي عملنا. والله سديتي نفسي. فين الضحكه الحلوه اللي بحبها؟ انت مش عارفه ان انا بحب ضحكتك؟ كلامك ده اصلا هو اللي بيخرجني من اي مود وحش. بس انا مامي واخده مني الموبايل ومش عارفه اكلم اي حد من صحابي. بكلم شويه منهم بالصدفه كده على فيسبوك. طب روحي نادي ماما. ايه؟ اسمعي الكلام اللي بقولك عليه. طب هتعمل ايه؟ طيب فهمني. هرجع لك الموبايل. اقنعها. ثانك يو بجد على كل حاجه بتعملها عشاني. ده كادو مني ليك. كادو مقبوله منك يا صفوت بيه. كده اقدر اقول لك مبروك عليك الارض. مامي عايزه ايه؟ مستر عصام عايز حضرتك. انت مش شايفه ان احنا في ميتنج؟ يا غادة ما تقول بتشوفي فيه ايه؟ قدامي. خير يا مستر عصام؟ خير ان شاء الله. انا عامل جروب على الواتساب للطالبات اللي عندي وببعت اسئله مهمه، ولما سالت منا انت ليه مش موجوده على الجروب قالت لي ان حضرتك خدت منها الموبايل. اه ده حصل فعلا، بس انا مش شايفه اي لزوم لموضوع الجروب ده. يعني يا مستر حضرتك بتيجي هنا البيت وبتديها الدرس، فمفيش داعي. يعني انا هقول لك مميزات الجروب ده. اولا انا عامله للطالبات عشان يتفاعلوا مع بعض ويحاولوا يتناقشوا ويحلوا الاسئله اللي انا ببعتها، وده طبعا هيفيد منا جدا في المذاكره. الحقيقه انا كنت اخدت منها الموبايل علشان زي ما حضرتك عارف بيبقى فيه معاكسات وسخافات، ف يعني البنت لسه صغيره. اوعدك ان انا هخلي بالي منها. منا دي زي اختي. حاضر يا مستر عصام، عشان خاطرك بس انا هرجع لها الموبايل. في حاجه تاني؟ لا يا فندم مفيش اي حاجه. طيب بعد اذنك لان انا عندي ضيوف جوه. اتفضلي يا فندم.